حدثني أحد علماء دمشق، جاءوا شاب قال له أنا ما معي شيء وأنا في سن الشباب وأنا أتمنى أن أتزوج، لا في بيت ولا في عمل ولا في مهر، يعمل في محل تجاري بدخل قليل جدا. قال له اتق الله. قال له هذه أين تصرف؟ شو اتق الله؟ ما فهم أبعاده. قال له ما عندي غيره، مع السلامة. هذا فكر اتق الله، مجال تقوى عمله، يعني هو موظف بسيط جدا بمحل، يبدو أنه أخذ هذا الكلام بمحمل خطير. قال له، قال بعدين داومت دوام كامل، المحل كأنه إلي، غضيت بصري عن أي فتاة تدخل إلى المحل، ما كذبت أبداً، نصحت الزبائن، يذكر تفاصيل تفاصيل تفاصيل. فصاحب المحل وضع مو طبيعي، كأنه صاحب المحل هو اهتمام دوام. فالذي حصل أنه صاحب المحل طمع به أن يكون زوجاً لابنته، بس ما أخبره. وأمن بيت جيد جداً، وصار يقول له رافقني أنا مضطر أكسي بيت، أنا بحب ذوقك. هو يختار السيراميك، هو يختار البلاط، هو يختار. بعد ما انتهى البيت قال له هذا البيت لك، أنا حزوجك بنتي. فأجا دعا الشيخ على عقد القران، قال له سيدي ما تذكرتني؟ قال له لا والله. قال له مرة أنا جيت لعندك قلت لي اتق الله، أنا اتقيت الله، الله أكرمني بزوجة وبيت بلدك ودخل جيد. أنا والله وألقى الله بهذا الكلام ما بصدق في الأرض في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة أنه شاب يتقي الله، والله عز وجل لا يفرج عنه. وما أكثر المشكلات، والله في مشكلات العالم الإسلامي والله تنهد لها الجبال، في صعوبات، في طرق مسدودة، في أبواب مغلقة، في قهر، في قتل، في فقد حرية، في مرض، في جوائح، في شيء لا يحتمل. ترون كل يوم أنتم بعيونكم ما الذي يجري في العالم، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً.